على هذه الأمسية الحميمية كما ذكر إخواني قبلي. أحييتم بهذه الوقفة ذاكرة منسية مؤلمة ومفرحة يعز علينا جميعا حين ندير عيوننا، كما قال الشاعر: يعز علي حين ندير عيني أفتش في مكانك لا أراك. يعز علينا كما قال الشاعر أيضا أن نقول حيال رجع الصدى: ما في الديار مخبر إلا صدى لمصوتي، ناديت أين أحبتي فأجبت أين أحبتي. فسلام عليها تلك الأيام، ورحم الله من أودى منهم. نهديهم جميعا وإياكم منافحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: لأبي وأمي ما يمور عبابها، هذه العوالم أو تلوح حرابها. بأبي وأمي ما يثار سبابها، فرضت وصار من الوجوب طلابها. هي أمة نهجت برشد صوابها، لبيك يسعى شيبها وشبابها. تسعى وتحفد يا حبيب رجاؤها، حسن الرضا بعد السؤال جوابها. هي أمة سكرى بخمر نبيها، إن النبيذ مع الحبيب صوابها. هي أمة سكرى بخمر حبيبها، إن النبيذ مع الحبيب صوابها. حد اليقين بأن مجدك سامق لا ريب فيه، ما يبيب عتابها. إن شذ في غرب البسيطة حاقد، فلطالما نفض النشاز غرابها. ولطالما أعيا الضغائن حلمه، يا سيد الأكوان كيف حسابها. لن يدركوا سر الحقيقة كلها في عالم الروح السني رحابها. يا روح طيبة في القرون شبية، يسري بها ألق الهداة وصابها. إني يروع خواطري ويرجني فرض قضى، وقل اعملوا وكتابها. لا لوذ للأعذار بعدك مصطفى،